بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة السادسة من مقرر المحاسبة المتوسطة 1203 حسب، وهي بعنوان المحاسبة عن النقدية والمدينون وأوراق القبض. فالنقدية والاستثمارات قصيرة الأجل والمدينون وأوراق القبض من عناصر الأصول المتداولة ذات الدرجة العالية من السيولة. فالنقدية سائلة بطبيعتها، في حين أن الاستثمارات قصيرة الأجل هي استثمارات مؤقتة يسهل تحويلها إلى نقدية في أي وقت من الأوقات، بينما تمثل المدينين أو العملاء حق للمنشأة في تحصيل نقدية من الغير، وذلك في نطاق دورة التشغيل. أما أوراق القبض فهي تعد بمثابة أوراق تجارية تتحول إلى نقدية في الفترة القصيرة، كما يمكن تحويلها إلى نقدية في أي وقت إذا تم خصمها أو قطعها لدى أحد البنوك. يطلق على هذه المجموعة من الأصول مصطلح الأصول النقدية. هذه المجموعة من الأصول تكتسب أهميتها من علاقتها الوثيقة في دراسة وتخطيط هيكل التدفقات النقدية بالمنشأة. وتتناول هذه الوحدة أسس المحاسبة عن كل من النقدية والمدينون وأوراق القبض، على أن يتم تناول الاستثمارات قصيرة الأجل في الوحدة الثانية عشر بإذن الله تعالى. أولا النقدية. النقدية بالمنشأة تأخذ الصور التالية: إما أن تكون نقدية موجودة بخزينة المنشأة للنقدية بالصندوق، وإما أن تأخذ شكل صندوق المصروفات النثرية أو النقدية الموجودة في الحساب الجاري بالبنك. ونتعرض في الفقرة التالية لصندوق المصروفات النثرية. والسؤال الذي يجب الإجابة عليه الآن: لماذا صندوق المصروفات النثرية؟ والإجابة تتمثل في أن معظم المنشآت أو الشركات تواجه مشكلة ضرورة إجراء مدفوعات لنوعية معينة من المصروفات. هذه المصروفات تتميز بضآلة قيمتها وتكرارية حدوثها، الأمر الذي يجعل من غير العملي أن يتم سداد مثل هذه المصروفات عن طريق إصدار شيكات مثلا. ولذلك كوسيلة شائعة لتفادي هذه العقبات العملية وفي نفس الوقت الحصول على رقابة معقولة وتبسيطا للإجراءات، يتم تخصيص مبلغ صغير في المنشأة في صندوق خاص يسمى بصندوق المصروفات النثرية. هذا الصندوق يتم وضعه تحت مسؤولية شخص معين في المنشأة يطلق عليه أمين صندوق المصروفات النثرية أو السلفة المستديمة، على أن يتم تغذية هذه السلفة أو استعاضتها كلما أوشك رصيدها على الانتهاء، كما سيتبين في الفقرات التالية. السؤال الثاني: كيف تتم المحاسبة على المصروفات النثرية؟ تتم المحاسبة على المصروفات النثرية أو على صندوق المصروفات النثرية على ثلاث خطوات. هي الخطوة الأولى تتمثل في إنشاء الصندوق، أي إعطاء الموظف أو أمين الصندوق أو أمين الخزينة مبلغ معين على سبيل السلفة المستديمة كعهدة. فمثلا إذا تم إعطاء موظف 1000 ريال، يثبت هذا أو تثبت هذه العملية على النحو التالي: يتم جعل صندوق المصروفات النثرية مدين بقيمة السلفة 1000 ريال، ثم جعل حساب النقدية بالبنك دائنا بهذا المبلغ. الخطوة الثانية: عند قيام الموظف بالصرف وإحضار المستندات المؤيدة لهذه الصرف، يتم ما يسمى باستعاضة السلفة. فعلى سبيل المثال إذا قام الموظف مثلا بصرف طوابع بريد قدرها 120 ريال، ومصاريف ضيافة 150 ريال، ومصاريف انتقال 30 ريال، في هذه الحالة يتم استعاضة السلفة في نهاية كل فترة معينة، حيث يتقدم الموظف بالمستندات المؤيدة لذلك الصرف، ثم يتم إثبات هذه المصروفات كما يتم إثبات دفع أي مصروف في المنشأة. يتم تجميعها بالقيد التالي: مذكورين حساب طوابع البريد 120 ريال، حساب مصاريف الضيافة 150، حساب مصاريف الانتقال 30، ويجعل حساب النقدية دائنا بمجموع هذه المصروفات ومقداره 300 ريال، حيث يتم إرجاع
التلتمائة ريال التي قام الموظف بصرفها إليه مرة أخرى ليظل رصيد السلفة المستديمة كما هو 1000 ريال. عند استعاضة السلفة يقوم الموظف المختص باسترداد ما سبق صرفه، وبالتالي يصبح مع الموظف قيمة السلفة كاملة مرة أخرى. إذا ما رغبت المنشأة في زيادة مبلغ السلفة المستديمة مثلا، نظرا لأن المبلغ الذي تم إعطاؤه للموظف أو لأمين الخزينة لا يكفي لتغطية تلك المصروفات النثرية التي تتكرر كثيرا، في هذه الحالة يتم صرف مبلغ للموظف كزيادة للسلفة، وفي هذه الحالة تكون المعالجة المحاسبية بإجراء قيد محاسبي يتماثل تماما مع قيد الإنشاء بالزيادة المقرر، وهو القيد السابق ذكره، حيث يجعل حساب صندوق المصروفات النثرية مدين وحساب النقدية دائن. أما عند تخفيض قيمة السلفة المستديمة بحيث تقرر الشركة مثلا أن مبلغ السلفة المستديمة الذي تم إعطاؤه لأمين الصندوق أكثر مما يجب، فإذا قررت الشركة تخفيض قيمة السلفة يتم إجراء قيد عكسي لقيد الإنشاء، حيث يتم جعل حساب النقدية مدين وحساب صندوق المصروفات النثرية دائنا بمبلغ التخفيض. أيضا قد يحدث عجز في صندوق المصروفات النثرية، ويحدث العجز في صندوق المصروفات النثرية عندما يكون المصروف الفعلي الذي قام الموظف بصرفه على المصروفات النثرية بالإضافة إلى الرصيد النقدي المتبقي في صندوق المصروفات النثرية، إذا كان مجموع المصروف الفعلي زائد الرصيد النقدي أقل من مقدار السلفة الأصلي الذي تسلمه الموظف، في هذه الحالة يحدث العجز. مثال: بافتراض أن مقدار السلفة الأصلي الذي تم إعطاؤه لأمين الصندوق 1000 ريال، وقد أحضر أمين الصندوق مستندات صرف مجموعها 400 ريال، في حين وجد الرصيد الفعلي في الصندوق 500 ريال. إذن مبلغ العجز يتحدد على النحو التالي: المبلغ الذي تم صرفه 400 ريال بالإضافة إلى المبلغ الموجود كرصيد في صندوق المصروفات النثرية 500، إذن المجموع 900. وحيث أن مقدار السلفة الأصلي 1000 ريال، إذن يكون العجز عبارة عن 100 ريال، وهو الفرق بين مقدار السلفة وبين مجموع المبالغ المنصرفة والرصيد النقدي أو الفعلي الموجود في صندوق المصروفات النثرية. كيف يعالج العجز محاسبيا؟ ويثبت العجز محاسبيا في الدفاتر على النحو التالي: يجعل حساب المصروفات مدينا بالمبالغ التي قام الموظف بصرفها 400 ريال، كما يجعل حساب العجز عجز أو زيادة صندوق المصروفات النثرية مدينا بمبلغ 100، ثم يتم إعطاء هذا المبلغ وقدره 500 ريال مرة أخرى إلى الموظف من النقدية، ليصبح الرصيد مع أمين الصندوق أو يصبح رصيد صندوق المصروفات النثرية كما هو 1000 ريال. أيضا قد تحدث زيادة في صندوق المصروفات النثرية، وهي حالة عكس حالة العجز، وتحدث الزيادة في صندوق المصروفات النثرية في حالة إذا كان المبلغ المنصرف فعلا زائد الرصيد الفعلي الموجود في الصندوق أكبر من مقدار السلفة الأصلي. فإذا أخذنا مثال على ذلك، بافتراض أن أمين الصندوق قام بصرف مصروفات انتقال قدرها 500 ريال، والرصيد الفعلي بصندوق المصروفات النثرية 650 ريال، إذن المجموع 500 زائد 650 المجموع 1150، بينما مقدار السلفة الأصلي 1000 ريال، إذن هناك زيادة مقدارها 150 ريالا. المبالغ المنصرفة كما ذكرنا 500 زائد الرصيد الموجود في الصندوق 650، إذن مجموع المبالغ المنصرفة زائد الرصيد الفعلي المتبقي في صندوق المصروفات النثرية 1150، إذن وحيث أن مقدار السلفة 1000 ريال، إذن الزيادة تساوي 150 ريالا. كيف يعالج أو تعالج الزيادة؟ إذن تثبت الزيادة عكس إثبات العجز، حيث تثبت على أنها إيراد دائن، ويكون القيد على النحو التالي: حساب مصروفات الانتقال التي قام أمين الصندوق بصرفها 500 ريال، ثم مذكورين حساب النقدية بالبنك 350، وحساب عجز أو زيادة الصندوق 150 ريالا.